Thank you.
مواسم. أتمنى أتمنى ستكون أربع مواسم حتى أنا لحقنك الدافي يا محلى الغزل وياك وسفاحك على الشفاف. يا محلى الغزل وياك أنسيت عن جمر حياتي يا ميت يا ميت أحس بشارع انسانات أنسيت ناسي تتحرك تروح والله بوجودك ينسى كتابي والنور والله بوجودك يمي انت في تعبي وامي انت الباقي مع الناس انت الحب انت الاحساس يا نور الدار على مهدك انت وبس على مهدك انت وبس يا حرام انت وبس.
مجدك يا عز النار Thank you.
من جديد مشاهدينا، طبعا بنرحب فيكم بفقرة الألعاب والله. أنا متحمس مع الجمهور، بدنا نردد، بدنا نفوت بالجو، يلا جميل. مسمعك لا مسمعك جميل. شو بدنا نحكي للمشاهدين؟ كل عام وأنتم يا سلام. يلا أول سؤال، والسؤال عندك يا نواف. أمجد، السؤال الأول بيقول قلعة مخصصة تقع في مدينة دمشق عاصمة سوريا، وهي جزء من دمشق القديمة، انشأت في العصور الوسطى وتعدت من معالم فن العمارة العسكرية والإسلامية في سوريا، حيث دفن فيها صلاح الدين الأيوبي. ما هو اسم القلعة التي دفن فيها صلاح الدين الأيوبي؟ ها يلا يلا أول وحدة أول وحدة، تعال 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 يلا تعالي تعالي. شو الجواب؟ خلينا نتعرف عليها بالأول. إناس 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 يلا إناس 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 السؤال الثاني، هي دولة تقع في شمال أفريقيا، يحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب الشرقي ليبيا ومن الغرب الجزائر. فتحها المسلمون في القرن السابع الميلادي وأسسوا فيها مدينة القيروان. مدينة القيروان، ما هو البلد الذي أسس فيه المسلمين مدينة القيروان؟ مدينة القيروان في أي بلد؟ المرية جديدة. تفضلي تعالي يلا اسرع اسرع اسرع. تعال اسرع. طيب انت في شو الجمهور صح؟ صح خلص صح يلا جاهز 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 بسرعة يلا أتيم مقدمة وهدية ألف مبروك من فجيرة مول يلا عند الأستاذ عايشة تعالي تعالي روحي لهنيك قلنا عند الأستاذ عايشة لا تنسوا يلا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده عندي نوار ما بنسمع الصوت لانه بتقولوا انا 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 ما حد يحكي انا 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 سالت السؤال يا نوار سالت السؤال انا اختار يلا تعي ام الاحمر يلا تعي شو اسمك شو اسمك ماما من الاردن اهلا وسهلا خبريني شو الجواب انت حسن 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 ولا حسن فهم؟ صح ولا غلط؟ صح يلا جاهز بسرعة هدية 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 قسيم المقدم هون 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 عشان الكاميرا تاخذنا قسيم المقدم الفجيرة مول المبروك على الأستاذ عايشة يلا السؤال اللي بعده يلا نوع من النباتات العشبية ينتج حبوبا مركبة على شكل سنابل وهو أكثر المحاصيل أهمية في العالم أكثر المحاصيل أهمية في العالم ناكل منه الخبز فهو الغذاء الرئيسي لكثير من الشعوب يستخدم في صناعة الخبز والمعجنات والكعك ما هو المحصول الغذائي شو اسمه ها طلع كبار كبار يلا بدنا كبار 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 تعال انت يلا اسرع اسرع وقف خبرني شو اسمك اهلا والله مصيري اهلا وسهلا احمد قدرت تعرف شو الجواب شو اسمه هذا النوع طبعا ايه امجد صح شو شكلك القمح بالسكر اما السكر محصول اساسي بس القمح اساسي اكثر ها شو الجمهور قمح صح صح قمح يلا هديه 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 قسيم مقدم هون على الكاميرا ما حد يجيني قسيم مقدم من فجيرة مول المبروك يلا انا استاذ عايشه اوكي جد حضرتكم في سؤال جد لو سمحتوا استنوني لحتى اخلص السؤال بيقول من اشهر الفنادق
في إمارة دبي فتح عام 1999 حيث بني على جزيرة صناعية تبعد عدة أمتار عن شاطئ البحر، وقد حصل على جائزة عام 2006 باعتباره الفندق الرائد على مستوى العالم. ما هو اسم الفندق السياحي في دبي الذي فتح عام 1999؟ شوف الجواب يا ور. اوكي ها، هو مرتبط بالعرب يعني. ها وين يلا اختاري امجد. يلا تفضل معنا. يلا بسندورة بنية. يلا ممكن نفتح له المجال نفتح له الخريط. ايوه يلا. شو اسم هذا البرج؟ اول شيء نتعرف عليك. اهلا وسهلا. ارمنا الجواب. برج العرب ولا برج خليفة؟ برج العرب. صح. يلا جائزة وقسيمة مقدمة طبعا من فندق الأطفال، بتودي أولادك بيروحوا وبيسرحوا. أنا سهلة، شكرا كثير لك. يلا السؤال اللي بعده. يلا عندك يعني. وقود كان يستخدم كمصدر للطاقة الحرارية. سوري. طيب، هو جزء من مكونات الدم في جسم الإنسان، وهي عبارة عن خلايا على شكل كريات مقعرة تحتوي بداخلها على مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين فيها التي تعطي الدم لونه الأحمر، مهمتها نقل الأكسجين من الرئة. يعني السؤال لا ما بدي أنا. السؤال الخلايا المسؤولة عن نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الرئتين والأنسجة، شو هي الخلايا؟ شو اسمها؟ مختار تقدم تعرف عليه محمد رفاعي من مصر. اهلا وسهلا، خبرنا شو الجواب؟ كرات الدم الحمراء مش البيضاء؟ يعني البيضاء ما بتخلي الدم احمر؟ معناته كرات الدم الحمراء بتخلي الدم احمر صح؟ صح. يلا جائزة قسيمة مقدمة من براند فورلس. الف مبروك عند الاستاذ عرفة. تفضل. يلا يا نور، سؤال عندك. مركز الغطس بريد من نوعه في الشرق الأوسط يقع على بعد 6 كيلومتر جنوب دبا في إمارة الشجيرة، فتح عام 2001. ما يميزه هو أنه مركزاً للغوص العائلي ويحتوي على 13 موقع للغوص، حيث يستطيع الزائر إجراء اختبار قبل ليلة دبا. ما اسم مركز الغطس بريد من نوعه في الشرق الأوسط ويقع في إمارة الشجيرة؟ ها شوفوا، سؤال صعب شوية. اختار حدا كبير. هذا كبير وجديد. هل حدا عارف اسم المركز؟ طب هذا بيعرف الجواب؟ بدنا حدا يجي. تفضل. لابس اخضر. يلا نفتح له مجال يا اطفال يا حلوين. أحمد فؤاد من مصر، عرفت الجواب؟ مركز العقة؟ وين مركز العقة هذا؟ لا، شو؟ صح ولا غلط؟ هو نوع فريد في الشرق الأوسط وليس الفجيرة، صح نوار؟ شو مكتوب؟ نوار، أنا بدي أعطي فرصة لك، شو مكتوب هون؟ اقرأ اللي مكتوب. يلا جائز. يلا بسرعة. يلا ها قسيمة مقدمة من براند فورلس. ألف مبروك. تفضل عند الأستاذ عايشة. يلا مركز غط دايفرز داون. السؤال اللي بعده شو؟ لو سمحت يا أطفال يا حلوين رح نختار. السؤال الثامن، هو أعلى جبل في دولة الإمارات. حيث يرتفع قرابة 1900. نوار أعتذر. ثواني. أطفال حلوين. أطفال، في عندنا ناس بيشوفونا صح؟ خلينا شوية ننبسط مع بعض. الإنسان تقدر تسمع السؤال. نسمع كمل السؤال. نطلع فاصل يا بابا ها نكمل ولا فاصل؟ كمل أمجد. فاصل شو فاصل ولا؟ أوكي. هو أعلى جبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يرتفع قرابة 1900
متر فوق سطح البحر. ما هو على جبل؟ على جبل في رأس الخيمة. على جبل في إمارة رأس الخيمة. ما راح اختار الآن سوري. طيب تفضل تفضل أطفال اللي بيحكي أنا سوري ما المخرج ما راح يطلع لأنه بيزعجنا. تعرف عليه؟ تدري وين المكان؟ سهلة فيك تفضل المسجد وين؟ جبل جيس. في جمهور صح ولا غلط؟ صح أكيد صح. صح يلا جائزة. جائزة مقدمة من ريفولي قيمة شرائية من ريفولي. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. تاخذ الكاميرا وعند الأستاذ عايشة يلا. أوكي سؤال التاسع بيقول هو أحد أدوات الغوص الخوض وكان يستخدم في دول الخليج العربي قديما في رحلات البحث عن اللؤلؤ وهو الأداة التي يضعها الغواص على أنفه لكي لا يدخل إلى جوفه. ما اسم الأداة التي كان يضعها الغواص على أنفه خلال الغوص؟ ها اخترنا اخترنا خلاص يلا تعال تفضل تعرف عليك عرفت الجواب؟ شوف شو مكتوب هون الفطام؟ لا اطلعها بصوت عالي الفطام صح جائزة يلا 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 سرعة يلا جائزة جائزة مقدمة من ريفولي قيمة شرائية المبروك تأخذ الكاميرا المبروك يلا كله موجود كله راح نفتح السؤال اللي بعده هي تجمع شكل متدام تم إنشاؤها في إمارة أبو ظبي حيث أن تصميمها يجمع بين فنون العمارة العربية التقليدية والتكنولوجيا العصرية ويتم توليد الطاقة الكهربائية النظيفة في هذه المدينة باسم تكنولوجيا الألواح الشمسية المثبتة على أسطح المباني. ما هي المدينة التي تستخدم الكهرباء فيها عن طريق الطاقة الشمسية في أبو ظبي؟ شو اسم المدينة؟ أنا رح أختار أنا بس رح نحاول نختار لوجوه الجديدة لحتى نعطي فرصة لأكبر عدد ممكن من الناس. تفضل يا أطفال نفتح المجال. تفضل وعليكم السلام. تعرف عليك وين؟ مصر. شو من مصر؟ عرفت الجواب؟ مصر. مدينة مصر يعني مش مدينة تانية؟ مش مدينة المصفح أو مدينة محمد بن زايد؟ مصدر داخل مدينة محمد. شو يا جمهور؟ مدينة مصدر؟ صح يلا جائزة بسرعة يلا جائزة جائزة من تيلي لينك ألف مبروك جائزة من تيلي لينك ألف مبروك تستاهل شكرا عند الأستاذ عايشة تفضلوا يلا السؤال اللي بعده أكيد السؤال رقم 11 بيقول يعتبر من أعظم علماء القرون الوسطى في علوم النباتات والعقاقير والصيدلان الأول في ترتيب الدواء وضع عددا من المؤلفات أشهرها الموسوعة النباتية الجامعة لمفردات الأدوية والأغذية والذي وصف فيه أكثر من 1400 عقار نباتي وحيواني ومعدني منها 300 عقار من سنة من هو العالم الذي ألف الموسوعة النباتية الجامعة لمفردات الأدوية والأغذية؟ ها اختار اختار اتفضل اللي لابس أزرق أنا وسهلا بعد إذنكم نفتح المجال يلا راح أسألكم عن مين بيشتغل في التغطية الخاصة أعرفوا أعرفوا مين بتعرف عليك أم محمد من الأردن عرفت الجواب شو يا نوار صح يا جمهور ولا لا ها ساعدوها أبن البيطار صح ولا لا صح ولا لا صح يلا جائز 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 بسرعة يلا قصيرة مقدمة من كل لينك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك مقدمة من ألف جرمه تفضلي عند الأستاذ عجب بدي أسأل سؤال خارج الاسكريبت اللي بيعرفه راح ياخذ جائزة حلوة من هو المنتج المنفذ الذي يعمل حاليا على التغطية الخاصة في تلفزيون فجيرة مول أعرف اسمه المنتج المنفذ ها مين هو المنتج المنفذ ها مين بيعرف مين بيعرف مين بيعرف؟ ها؟ شوفي أمزج في كثير ناس بتعرف. تفضلي، تفضلي أيوه، ملابسة عباية، تفضلي. بتعرفي؟ ولا لا؟ تعالي تعالي يلا تعالي تعالي. أنا أمزج لكل ناس بتعرف. أنا ما بيني وما بيني. بتعرفي ولا لا؟ لا؟ بدي حدا بيعرف، بتعرفي؟ تعالي طيب، اللي بيعرف بس اللي بيعرف، تعالي يلا بسرعة. تعالي وقفي هون. بتعرف علي؟
كما من سوريا. تعرف اسم المركز المنفذ؟ شو اسمه؟ لا ما كان في ضربة حظ. هلا مين هو؟ تعرف لما شو اسمه؟ سيزار. شو؟ سيزار العبدالله صح؟ يلا جايز يلا يلا. ولخاطر سيزار قسيمة مقدمة من ألف جيرة مول. ألف مبروك ألف مبروك. يلا من هون هون سما سما أمزل. سما من هون. بيعرفوا مين المخرج؟ مين المخرج صح؟ يلا سؤال للمخرج. يلا مين بيعرف المخرج؟ لأنه رافع إيده من أول شيء. تعال تعال مين المخرج؟ تعال بسرعة يلا هون. شو اسم اسمه؟ المخرج اللي كان في ضربة حظ. خلينا نعرف اسمه بالأول أمجد. اسمه محمود من مصر. أوكي محمود قلنا. شو اسم المخرج تعرف؟ علي سرحان. علي سرحان لا مش نورمان علي سرحان. أحلى علي سرحان. طيب المخرج شو اسمه اللي واقف من هناك؟ باسل حمزة. باسل حمزة؟ وتحية لباسل حمزة صح جائزة. يلا يلا جائزة قسيمة مقدمة من الفجيرة مول للأطفال. ألف مبروك. رح نسأل كمان سؤال. محمود. محمود روح لهم. محمود عايزة. بدنا نلعب لعبة. بدنا نلعب لعبة. نلعب لعبة الكراسي؟ لا خلينا نلعب نملة ونحلة. نملة ونحلة يلا نملة ونحلة يلا اختار. معلش راح أتحرك. نطلع فاصل بطلع فاصل اللي بيحكي أنا بطلع فاصل. خلينا اختار بختار. يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نختار بس. أيوة أيوة أيوة. نختار الأمزل. تعال أنت. بطلع فاصل حكيت. تعال أنت. كم هلا صرنا؟ صفر هيك هيك حرف ال. تعال انت 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 تعال هون واقفه. وانت لابس ازرق بس 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 خلاص خلاص. ها كم صرنا كم صرنا كم صرنا كم صرنا؟ اختار كمان. وتعال انت وتعال انت تعال انت. خلاص 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 يلا بس خلاص خلاص. يدور البنات بكفي بكفي يلا بكفي. جاهزين يلا هون. جاهزين اسمع. جاهزين مسبح. جاهزين سبعوا الجهات. جاهزين جاهزين يلا. نملة تحت نملة فوق صح؟ عارفين اللعبة. نملة نملة نملة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب هاي تجربة. طيب تجربة يلا هلا الجد. يلا ما في مصر. يلا نملة 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 نملة. نعم شكرا كثير لكم. واحد اثنين شكرا كثير. شكرا شكرا شكرا. وين الأصفر؟ أول ولد. لا تجر منك الكنترول إن شاء الله. يلا لا بدنا ننزل كامل. يلا جاهزين نملة. واحد اثنين أوت. لا بدنا نكمل هيك بدنا نقعد. يلا نخلة نملة نخلة نملة نملة. واحد اثنين ثلاثة. لا تنزل منكم. يلا نملة نخلة نخلة نملة نخلة نملة نملة نخلة نملة نخلة نملة نملة نملة. ها واحد اثنين ثلاثة. لا تزر منكم لا تزر منكم لا تزر منكم. يلا لا تزر منكم. نملة 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 نملة. أسرع بدي أسرع. ما في حدا يعمل نص نص. أسرع نملة 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 نملة. سوري ما تزر منك. يلا أنا معكم نملة. آسف ما تزر منك حركت. يلا اثنين نملة 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 نملة. بيستعمل جاسم جاسم. يلا بسرعة بسرعة جاسم. يلا يلا هون 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 هون. جائزة مقدم من الجزيرة هون. المبروك
وجائزة مقدمة من 1000 جرامول المغرب عند الأستاذ علي سبحان. يلا روح هناك. يلا لهون بتكون خلصت تحدياتنا لهذا الجزء من الحلقة. يمكن نكمل تحديات يمكن لا، بس أمجد صراحة معنا رح نطلع بريك سريع ونرجع نكمل. وصلنا للفقرة الحاسمة للوقت اللي راح ينتهي موعد سحب اسم الفائز على سيارة فورد إيكو سبورت، ولكن بدنا نتقدم بالشكر لمين يا نوار؟ أكيد أمجد رح نتقدم بالشكر للقائد للسيارات فورد وأكيد للفجور المول اللي قدمونا هالسيارة اللي فعليهم أنه يمكن سهر ولمان عم نستنى لحتى نعرف مين الرابح. تحية كمان لكل اللي عم يخبرونا عبر قناة الفجورة واللي عم يسمعونا عبر أكيد إذاعة الفجورة 92.6. نوار طبعا بدي أعرف بالشخص اللي موجود عندنا الأستاذ مصطفى جلال مدير عام الفجيرة مول. بدي أسمع تحية بنحييه لقدومه ولوجوده اليوم اللي مشرفنا. طبعا أكيد متحمسين نعرف اسم الفائز بسيارة فورد إيكو سبورت اللي طوال شهر رمضان كنا بمسابقات عبر قناة الفجيرة وبرنامج ضربة حظ وامتدادها إلى ثالث أيام عيد الفطر بتغطيتنا الخاصة لهالليلة. معناته متحمسين ولا مش متحمسين؟ جاهزين؟ لا بدنا نسمع. جاهزين؟ وشو بدنا نحكي للمشاهدين ولا اللي بيسمعنا عبر الاذاعه؟ كل عام وانتم. عايدنا عليهم بس لكن بدنا نعايد على الفائز بالسياره، فشو بدنا نقول يا نوار؟ اكيد كل عام هو بألف خير وألف مبروك. انا صراحه كثير متحمسه وعم شوف هيك كثير اسماء مختاره مين ممكن يربح معنا، او متحمسه رح اعرف الاسم. بس المفتاح معي على فكرة. والله هاي المفتاح. اوكي هاي المفتاح، خذه يا باسل المفتاح هيو. بس قبل ما نفتح الصندوق يا نوار لازم نبرم الصندوق مرة ومرتين وثلاثة عشان نكتب النصيب الصح للي بيستحق السيارة. تعطيني المفتاح من ايدك. اول شيء نبرم الصندوق. يلا انا بقول بالاذاعه. ايوه انا بقول بالاذاعه. شبرا امرا شمس نجوم كواكب مواكب هوا سوا سامورا ميوزك. ها ابرم يلا. شو يا جمهور؟ راح نعرف اسم الفائز بسياره فورد ايكو سبورت مقدمه من مجموعة الطائر للسيارات وبالتعاون مع الفجيرة مول. في كمدان ولا ما في كمدان؟ ها ناين ايت سفن سكس فايف فور ثري تو ون. ونفتح الصندوق. يلا بنقول بسم الله. فتحنا الصندوق. يلا نلخبطهم شوي. مين راح يكون صاحب الحظ والنصيب بالفوز بسيارة فورد إيكو سبورت؟ شو تقرأه؟ تعرف تقرأ الاسم؟ خلي البابا يقرأ الاسم. تفضل أستاذ مصطفى تعلن عن اسم الفائز. عبد الله فهد رقم تليفونه. عبد الله فهد رقم التليفون 058-16-777-91. نكرر مرة ثانية أستاذ مصطفى. الفائز بالسيارة الأستاذ عبد الله فهد رقم التليفون 058-16-777-91. مبروك يا عبد الله مهند. فوز معانا بسيارة فورد إيكو سبورت مقدمة من مجموعة الطائر للسيارات.
المبروك المبروك لعبد الله مهند من الإمارات. المبروك. ها اسم الفائز عبد الله مهند صاحب الرقم 0581 6 7 7 7 9 1. نسمع تحية. أيوه يستاهل. ها نحن بنحاول نتصل فيه إن شاء الله يكون موجود. رقم التكت 1 7 9 2. بكير رقم التكت 1 7 9 2. نحاول نتصل فيه من خلال رقم التليفون لحضرتك الاستاذ مصطفى. تفضلوا تفضلتونا اياه. اذا تكرر علينا الاسم عبد الله فهد او عبد الله مهند. عبد الله مهند من الامارات. عبد الله مهند من الامارات الف مبروك، فزت معانا بسياره فورد ايكو سبورت مقدمه من مجموعه التاير للسيارات وبالتعاون ايضا مع اداره الفجيره مول. الشكر والتقدير لهم على سعيهم، ولكن بدنا نسمع كلمه من مدير عام الفجيره مول. تفضل استاذ مصطفى. تمام لحضرتك بخير، ونعاد عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله بخير. واحنا سعداء بوجودكم معانا السنه دي، ان شاء الله كل سنه حنكون مع بعض وبتقدم وجود الفجيره مول وجود اداره حكيمه ان شاء الله. واحنا سعداء للمره الثانيه بوجود تلفزيون الفجيره معانا، وان شاء الله كل سنه بتقدم والتيم الموجود متعاون وظريف جدا، وكان 30 يوم لا ممتازين، وكل عام وانتم بخير. زقفه زقفه احضروا مين معنا على الخط؟ شكله عبد الله صح؟ عبد الله صار معنا؟ ها مين معنا على الخط؟ مين معنا على الخط يا كنترول؟ صار معنا على الخط. صار معنا على الخط عبد الله مهند صاحب سيارة فورد ايكو سبورت. بالتحية وانت زافي 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 تستاهل. وبنقول له مرحبا عبد الله، انت معنا على الهواء مباشرة، اهلا وسهلا فيك. كل عام وانت بخير. انت ربحت معنا بجائزة سيارة فورد ايكو سبورت مقدمة من مجموعة الطائر للسيارات والفجيرة مول. شو بتحب تعايد علينا؟ شو بتحب تحكي لنا؟ حواليك العام المقيم وغاية المشروعين والفجرون معرفات يعني. انت من اي امارة بتحكينا؟ من اي منطقة بالامارات بتحكينا؟ والله من جبل الفجيرة. من جبل الفجيرة. تحية لأهالي جبل الفجيرة. اسمع تحية نسمع يستاهلوا اهالي جبل فجيرة. انت قريب من المول عبد الله؟ ايوه. فيك تيجي على الفجيرة مول؟ اكيد انا في دبي اخوي. انت في دبي. يلا بنتمنى لك اجازه سعيده، ولكن بدك توعدنا. نحن على الهواء مباشره، بدك توعدني انا ونوار، انا ونوار والاستاذ مصطفى، بدنا نطلع بالسياره، بدنا ناخذ لفه كرك. طبعا امجد من اول حلقه ببرنامج ضربه حظ هو عم يتشرط على كل الناس اللي ربحت كوبونات مشوار بالسياره، ان شاء الله يطلع لك مشوار ان شاء الله. الف مبروك طبعا لعبد الله مهند. الف مبروك يا عبد الله، تستاهل كل خير. وطبعا سنه سعيده عليك وبنعايد عليك وعلى كل من بيسمعك في هذه التغطيه المباشره. عبد الله بعده معنا؟ عبد الله مبروك لي عبد الله مهند. ألف مبروك أكيد، وكل عام وأنتم بألف خير كل اللي تابعونا كمان. وشكر خاص لإدارة الفجيرة مول نوار، وبدنا نشكر كل المتسابقين اللي شاركوا معنا بالمسابقات والجوائز، وتحية لكم أنتم الحضور الكريم. وراح نطلع وين يا نوار؟ صح عم جد لسه سهرتنا مكملة مع ضيوف، تعرف نتابعكم من جوائز. We'll be right back.
حياتي اللي عندي في عليها الكلام كلام الشخص الأول يشتغل على كل شيء على الحاضر فيهم على الهموم المعيد الغطب السنة تسمى يعيد علينا الرغيب أبوار كلام كيف من نوع الجو من حفاظ الأطباق الأول جو جمع نبا يهو الحاضر هو الأمور من سنة الأمور غني من سنة من سنة سنة لأسنان دخل المساعد من حتى القرآن والمسيح الطاوى لليوم والصغار أي شيء يجمع الفعلة في عالم الله شوالة من العيد حافظ تغير الوضع ما هو الوضع أول نظرات من المسيح الطاوى للمسيح الحافظ عنه أي خمسة من كذلك الهدوة الثاني بأنه سوف يدد من التفاجئ من دعوة السيف ورسول الله والصلاة والعلاق ونتعجب من الوضوء وبعد خلاص الظهر أروح مبلغ ممنوع على الأرض يجب لكن الصحيح أنه لا أحد ما هو الولي بس أي يوم أنا مع الولي أحنا حاجة كيف صلى الله عليه الهدوء وهم الله بالعيد والحمد لله من هو طيبة كل هذا في الأرض وضعي كفاية تعالى كل هذا في الوضوء لما نقول الوضوء لكل الوضوء ما يكون كل على حسب يعني هو اللي قال تعبان كيف تعبان من الصلاة تعبان على كل الحمد لله من هو طيبة هو الحالة العالية وهو الحالة العالية من هو مؤمن أحسن يحسب ما ما هو يحسب عند الصلاة الله يخلي حتى من العلم عند الصلاة كيف يشوف الوضع كيف يحسب يعني تختلف الناس ما بين ذلك
you.